النهارده جزء من الحقيقه، جزء من الغموض والالغاز اللي موجوده في هذا النفق، اللي النفق الحريه حقيقه بيحول كتير قوي في اعماقه من الفوازير. اليوم بطلين محمد عارضه وايضا يعقوب قادري التقى بهم الاثنين المحامين بتوعهم وبداوا يحكوا لنا عن البطوله واجمل ما في حكايتهم هو سلاح التفاؤل وسلاح العزة والعزيمة والإرادة. طبعا المحامين اتكلموا بصوت والصورة وقالوا لهم وجاوبوا على بعض الأسئلة. النفق ده يعني خد كام شهر عشان نقدر ان احنا نحفره؟ انتوا لما طلعتوا الخمس ايام عملتوا ايه؟ انتوا رجعتوا ازاي؟ مين قائد هذه العملية؟ كلام كتير في هذا الموضوع. انما طبعا ادي البطل محمد عارضه قدامنا. محمد طبعا خرج لاول مره بعد 22 سنه سجن. الجميل ان محمد وهو بيقول المحامي بتاعه اجمل حاجه بعد 22 سنه انه قعد الخمس ايام دول في ارض فلسطين واكل محمد من بساتينها واكل من ارضها الطيبه. النهارده هنترك الكلام لمحامي الابطال يقول لنا قالوا له ايه؟ كلموه في ايه؟ صرحوه بايه؟ الاعترافات والاسرار اللي اباحوا بيها. نشوف محمد عارضه حين خرج من نفق الحريه ليعيش الخمس ايام، كيف كان شعوره؟ يعني تفصيل مهم، محمد خرج من المعتقل الحريه بعد 22 عام وذاق طعم الطعام من البساتين، على سبيل المثال الزيتون، الزيتون من 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 زيتون فلسطين، من فلسطين 48، وتجول بشوارع هذه من التفاصيل التي رواها محمد والتي بالفعل ابكتني وانا داخل هذه الزياره. بالنسبه لمحمد هذه التفاصيل البسيطه اغنته عن كل 22 عام وهو بالمعتقل. يعني فرحة محمد العارضة بالخمس ايام اللي خرجهم دول انه اكل الزيتون الفلسطيني، زي ما بيقول المحامي الان ان هو ابكته هذه المشاعر، هذه العاطفة. طبعا محمد عارضة ايضا تعرض الى حقيقة الى كم كبير من التعذيب هو وزميله. طبعا البطل زكريا الزبيدي ووقع عليهم ضغوط عصبية ونفسية وتعذيب بدني أيضا كبير بعد اعتقاله. جاء أخرى محمد مر برحلة تعذيب جدا قاسي ويمر. محمد تم الاعتداء عليه بشكل مفرط خلال اعتقاله، تم ضربه بالأرض، رأسه بالأرض ورأسه مصاب فوق العين اليمنى، لم يتلقى العلاج اللازم حتى هذه اللحظة، يعاني من خدوش وجروح بكافة أنحاء أعضاء جسمه بسبب محاولات الهرب عمليا ومطاردة قوات الاحتلال له ولزكريا زبيدي. لكن كنا متوقعين أن الصهاينة أبدا لن يتركوا هؤلاء الأبطال بعد ما تم اعتقالهم مرة أخرى إلا بكل هذه السفلات والإجرام والحقارة والقذارة الصهيونية. تعذيب للبطلين زكريا الزبيدي او محمد العارضه، التعذيب البدني والنفسي بشكل كبير كان متوقع. بس يعني ابطالنا اللي هم عملوا هذا الصنيع المعجز وهذا الاعجاز اللي بتحدث عنه الان الكثيرين على ظهر الكره الارضيه، اعتقد ما كان ليفوت في عضديهم هذا الامر ابدا. كيف استقبل الاستاذ خالد محاجنة المحامي البطل محمد العارضة؟ شكله كان ازاي؟ لابس ايه؟ صورته العامة كانت باينة عليها ايه؟ في وقت الاعتقال تم نقله لمركز تحقيق الناصرة، هناك حكك معه بشكل جدا فظيع، حوالي 20 محقق مخابرات في غرفة صغيرة جدا قاموا بتجريده من كافة ملابسه بما فيها الملابس الداخلية، أبقوه عاري لعدة ساعات طويلة
أعطوه لباس شال ليغطي فيه الأعضاء الداخلية ونقلوه بعدها إلى معتقل المخابرات الجلمي. هنا مر محمد منذ يوم السبت حتى اليوم يمر برحلة تحقيق طويلة جدا، تحقيق ما هو على مدار الساعة. محمد لم ينم منذ 5 أيام، ساعات النوم لا تتعدى 10 ساعات. يتم التحقيق معه في ساعات الصباح، المساء، ساعات ما بعد الليل، ما بعد منتصف الليل. محمد أتى إلى هذه الزيارة مكبل اليدين والرجلين، لم يسمح له المحققين. حاولت أن أطلب منهم بفك القيود الحديدية على الحد الأدنى من يديه من أجل أن تكون المحادثة بشكل أفضل، ولكن رفضوا رفضا قاطعا. خلف محمد كان حوالي ست حراس من مصلحة السجون يراقبون اللقاء، يراقبون المقابلة، يراقبون ماذا يقول لي محمد، ويراقبون تحركات محمد. محمد أتى إلى هذه الزيارة مكبل اليدين والرجلين. وكأن كل المجرمين يعني رضعوا من صنم واحد، هذا الصنم الذي لا قلب له ولا رحمة.